هلا توبيك 8 كان عنوان المانجمنت او الميديكيشن ثيرابي مانجمنت داتا سيت. كيف اعمل هاي الانتي ام داتا سيت للمريض؟ قلنا هي ديزيز بيست بروسيس، و بنشئ هاي الانتي ام داتا سيت اعتمادا على الميديكيشن ثيرابي ريفيو تاعت المريض او الديزيز اللي عنده اياه. بما يتعلق بهذا الديزيز انا بقدر اعمل او اخذ معلومات كامله واصنفها بال 5 كورز اللي بتكون او 5 كور اليمنتس اللي بتكون الام تي ان داتا سيت. كل ديزيز بيكون له ام تي ان داتا سيت لحاله معلمني. تمام، هلا في عندنا زي ما قلنا الاليمنتس او الكور اليمنتس بتاعت الام تي ان داتا سيت هم نبلش فيها بالكومبريهنسيف ميديكيشن ريفيو، بعدها بمشي بالبيرسونال ميديكيشن ليست، ميديكيشن اكشن بلان، عندي انترفنشن او ريفيرال، واخر شيء دوكيومنتيشن. بنبلش سكشن سكشن ونشوف كل سكشن هون شو الاليمنتس اللي بشملهم. اول سكشن رح يكون انترودكشن عن الديزيز، يعني رح اعرف الديزيز الكبير، شو اسبابه، شو في contributing factors، في complications، شو في عندي therapeutic goals بهذا الديزيز، وبدي أحدد success والfailure في التريتمنت. فكنا أخذنا الهايبرتنشن as an example على الMTM dataset حالتنا هون. فطلعوا كيف هون معرف بالintroduction، عرف الهايبرتنشن as systolic and diastolic blood pressure levels، بدي يعطيني أرقام لبري هايبرتنشن بتقسم ستيج 1 وستيج 2، وبيعرف لي كمان مصطلحات زي هايبرتنسيف كرايسيس، ممكن أحكي عن السيست أو الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن أو الأورثوستاتيك أو حتى السوب هايبرتنشن. بدي أحط لستة أوف سيكندري كوزز، يعني كل إشي بتعلق بالديزيز لازم أكون حكيت عنه، كومبليكيشنز للهايبرتنشن، شو عندي في كومبليكيشنز للهايبرتنشن، ممكن يصير في عندنا cardiac diseases، ممكن يصير في vital organ damage etc. هلا كمان من ضمن الانترودكشن حكينا بنحط therapeutic goals، treatment success or failure، يعني بيحط الاحتمالين، والmonitoring parameters. تمام، هاد بالانترودكشن. اذا دائما ببلش بسكشن بالبداية بكون الانترودكشن للديزيز. هلا بيجي بعد هيك الكور إليمنت نمبر 1. كور إليمنت نمبر 1 شو سميناها؟ سميناها Comprehensive Medication Review، تمام؟ CMR. Comprehensive Medication Review بدي ألخص معلومات يعني بتمثلوا بالquestions اللي بسألهم لمريض. هلا في أسئلة رح تنسأل to assess a disease state and medication use، يعني أقيم حالته وشو الأدوية اللي بستعملها. أسئلة ثانية for prevention assessment of medical emergency، يعني قيم إذا هو داخل بإمرجنسي أو إذا مش إمرجنسي، بدي أتأكد إنه أعمل prevention ما يكون في يعني يوصل مريض لحالة إمرجنسي. questions for how to anticipate from patients و living room language. طبعا دائما حنلاقي بكل كل كور إليمنت إنه دائماً في تركيز على living room language، يعني إني أستخدم لغة بفهمها المريض أو بساطة مصطلحات سهلة، أبعد عن medical jargons، وأشرك مريضي بالحوار عشان أقدر أخذ منه الداتا اللي أنا محتاجتها. فأنا محتاجة عشان أعبي كل النقاط الموجودة بكور إليمنت 1 محتاجة effective patient interview، يعني مقابلة مع المريض تعطيني المعلومات اللي أنا بدي إياها. لازم يكون في full preparation للانترفيو، خاصة إذا كانت أول مرة المريض أو الفارماسيست مثلاً بيمشي بهذا السيستم. لازم أنا أسأل المريض أوكي، بس أشجعه بنفس الوقت إنه هو يسأل كمان، لأنه أنا بهتم إنه المريض يكون له active role بالانترفيو، يكون في anticipation معلومات، يشارك ويقدر يحكي هو شو عنده. medical terms زي ما قلنا نبعد عنهم، ليش؟ لأنهم uneasy words for patients to understand، ما بقدر يفهمهم.
يفضل استعمل familiar language، يعني مثلا لو بدي اساله عن دويته او بدي اساله مثلا باخذ بيروتك احكي water pen اسهل بفهمه كثير. هلا هون مصنف لنا مجموعه اسئله يمكن احنا طلعنا عليها واللي هم disease related question questions direct to the patient to prevent or help to prevent the emergency. هون يعني بساعدنا لخصنا شو احنا ممكن نحكي في حالة hypertension disease. فشو الأسئلة اللي هي disease related مثلا how long you have had hypertension وامتى تشخصت disease، شو عندك معلومات عن الـ risks of uncontrolled blood pressure، ومتى مثلا انت بتشيك blood pressure at home او هل انت بتشيك blood pressure at home او لا. questions direct to the patient عشان تمنع الامرجنسي المفروض يكون عارف signs of heart attack او stroke، هذه بالنسبه للامرجنسيز ممكن يدخل فيها مريض الهايبرتنشن. ممكن احكي له عن السيمبتومز تاع emergencies زي مثلاً have you ever fallen, feel dizzy, عندك blurry vision, racing heart. هاي في منها شغلات كثير signs تاع orthostatic hypertension. وممكن أسأله كمان if he get hospitalized because of hypertension عشان أكون عارفة إنه في يعني عنده risk عالي ل emergency أو المريض بالمقابل شو ممكن يسألني. مش أنا حكيت إني أشجع المريض إنه to ask a question، شو الأسئلة اللي ممكن يسألني إياها عن الهايبرتنشن؟ ممكن يقول لي أصلاً شو هو البلد هايب بلد بريشر، أنا مش فاهم شو المرض هذا أو شو أسبابه، يعني ليش صار أنا عندي هذا الجديد، شو في عندي مشاكل مرتبطة بالبلد بريشر، شو عندنا أدوية وليش مهم إني أخذ أنا my medications وأخذها chronically. I can tell when my blood pressure is high. Can I just stop the medication if I feel okay? هاي كثير مهمة. زي ما قلت لكم في chronic diseases the patients بيسألوا إنه نمشي على الأدوية يعني نأخذها chronically وليش لازم نأخذها؟ هل أنا لما أحس بتحسن ممكن أوقف medication أو لا بحال؟ هاي كلها بدي أتوقع إنه المريض يسألني إياها، فأنا لازم أكون محضرة بالإنترفيو إجابات جاهزة عن المريض طبعاً كيف. إني أكون قارئة معلومات كاملة عن المرض عارفتها وكان عندي ريفرنس موثوق وجاهز أقدر أعطي معلوماتي للبيشنت. هذا بالنسبة للكور إليمنت نمبر 1. كور إليمنت نمبر 2 اللي هم البيرسونال ميديكيشن ليست، راح أحط ميديكيشن ليست وأحكي شو الأدوية اللي ماشي عليها المريض. طبعا ميديكيشن ليست في عندي ستاندرد فورم اللي هو يسموه CMS ستاندرد أو ستاندرايزد فورم، بيعبوا فيه الأدوية بتاعت المريض، يكون في عليها على كل ميديكيشن مجموعة من المعلومات أو النقاط. زي ما أنتم شايفين بالنسبة لمريض الهايبرتنشن مثلا هون الإكزامبل اللي عندنا ماشي على هايدروكلوثيرازيد وماشي على رامتيل، وكل دواء حطوا له مجموعة نقاط مثلا على شكل سؤال وجواب. انت استخدمه الدوز ستارتنج ديت والستوبنج ديت ومين اللي اعطى الميديكيشن للمريض. طبعا في داتا انا بعبيها وفي داتا المريض لازم هو بيعبيها زي امتى هو وقف دواء او امتى قرر يوقف دواء حاله ليش وقف. ايش بحط بهاي الليسته اللي هي البيرسونال ميديكيشن ليست؟ بحط فيها الميديكيشنز only medications used to treat a specific disease and its complication، يعني بس للهايبرتنشن او اي شيء يتعلق فيه من مثل الكومبليكيشن تاعته. ويفضل استعمل اثنين لانجويج برضو لما احكي او اشرح لمريضي هون مثلا الدوز او الدوزج ريجيمن كيف ياخذ المريض الدواء، بحكي له اياها ببساطه او بكتب له اياها بلغه هو يفهم. الكور إليمنت نمبر 3 هو الماب بنسميه الماب اللي هي Medication Action Plan، برضو إلها فورم زي ما انتم شايفين قدامكم عن شو أنا بدي أحكي و what I need to do، شو النقاط اللي بدي أعملها مثلا حطنا هون مجموعة من الأكشن بلانز
هي انه يقيس ضغطه 3 مرات في الاسبوع، اكتب بلوك بوك وراجع او اخبر العياده اذا لقيت ارقام اعلى من 180 على 120 او اقل من 110 على 60، يعني في حالات انه عنده الضغط uncontrolled او كان في هاي تنشن. ويجيب معه يعني من ضمن النوت انه يجيب معه الضغط بوكات، وشو لازم مثلا هون اترك للمريض تشيك ليست يعبي فيها شو هو عمل من هاي النوتس وشو ما عمل. طبعا هاي المعلومات اللي جوا الفورم هذا بتتغير حسب الديزيز اللي انا بكون عندي، يعني لو مثلا الديزيز اللي عند البيشنت هو دايابيتس النقاط هون رح تختلف. مثلا حكي له شيك البلد جلوكوز او فاستنج بلد جلوكوز ديلي، واكتب وشوف ارقام البلد جلوكوز اذا كانت uncontrolled او مثلا اقل من 130 او اقل من 110 اتسكت. يعني الفورم هو اللي ثابت بس المعلومات اللي جوا بتتغير اعتمادا على الديزيز. طيب الاكشن بلانز شو معرف لي اياها؟ هي اكشن ستيبس فور ا بيشنت وذ ا سبيسيفيك ديزيز، اونلي ا فيو اوف ذا موست امبورتنت اكشن ستيبس شود بي ليستد نوت تو اوفرويلم ذا بيشنت، يعني نقاط لازم المريض يعملها غير ما يتعلق بهذا المرض. يفضل تكون مختصره، مش الصح اني انا اكتب نقاط كثير نقاط معقده لانه رح يضيع المريض مش رح يقدر يفهم ولا رح يطبق ولا شيء من هاي النقاط. انا بكتبها شورت ليست يكون important actions ونقاط أساسية. استعمل طبعاً لي language أو اللي هي اللغة السهلة لغة. آخر core element number 4 هي intervention أو referral. Interventions ممكن تكون non-pharmacologic treatment, diet أو lifestyle modification, devices أو procedures، يعني مثلاً بده يمشي على insulin pen، بده يستعمل بروسيجر معينة بالعلاج، في سبورتيف ثيرابي. السبورتيف ثيرابيز اللي هي تكون تريتمنت سيمبتومز او اعراض معينة تفيد المريض. كومبلمنتري الترناتيف ميديسن اللي هي زي مثلا الهيربال ميديسن او الابر الصينية اللي هي اللي بسموها الطب البديل. كوجنيتيف بيهيفورال ثيرابي، كوجنيتيف بيهيفورال ثيرابي على الاغلب بنشوفهم بالسايكاتريك ديزيز، يكون في بالإضافة للأدوية cognitive behavioral therapy أو العلاج اللي خلينا نقول اللي هو علاج نفسي. عنا medications prescription حتى الـ OTC والـ herbal medicines يكونوا ضمن الـ interventions. ممكن common and serious side effects هاي ممكن أعالجها من ضمن أو أكتب intervention لعلاجها. black box warning اللي هي تحذيرات خطيرة جدا بتخص الأدوية اللي بمشي عليها المريض. يعني بتلاقوا لو بتفتحوا الليكسيكون بتلاقوا مثلا على نهاية الدراج انفورميشن بتلاقوا بلاك بوكس وورنينج. هاي بتكون مثلا معلومة عن ساين خطير ممكن يصير ديو لاستخدام هذا الدواء. كرنت تريتمنت الجوريثم، ممكن احط الالجوريثم اللي انا اعتمدته بالتريتمنت. واخر شيء الريفيرال اللي هي في حاله ايمرجنسي او اي حاله ثانيه يحتاج انا ارجع مريضي على العياده او ارجعه على اختصاص ثاني، ممكن اكتب برضو من هاي الفور. بيقول لي انه الام تي ام داتا سيت والكفر ذا نون فارماكولوجيكال اند فارماكولوجيكال تريتمنت موداليتيز. زي ما انتم شايفين ادرجنا كل الهيربال الالترناتيف ميديسين والكوجنيتيف ثيرابي حتى مش بس للأدوية. إذا كان عندي الكرنت تريتمنت الجوريثم جاهز أنا بحطه، وزي ما قلنا الادفيرس افكت بركز على الموست كومن أو السيريس مش كل الادفيرس افكت بحكي. مهم أحكي عن البلاك بوكس وورنينج، الكونترا انديكيشنز أو الـ FDA pregnancy category، يعني هاي برضو لازم أنتبه لها في حالة الانترفنشن. آخر كور إليمنت هو الدوكيومنتيشن أو الفولو أب. لازم دائما بأي موضوع إحنا أخذناه من بداية ما بلشت أشرح قلت لكم الدوكيومنتيشن مهمة كثير، فلازم هون في عندي دوكيومنتيشن للميديكيشن ريليتد بروبلم
للcommunications اللي صارت between the provider والpatient والfollow up intervals برضو لازم تكون documented. لازم يعني اكتب امتى مثلا نراجع الديزي او ديت تاريخ للفولو. هون اطلع شو ممكن يكون عندكم medication related problems in patients with hypertension. يعني الcore element هون documentation مهم كتير اني اوثق medication related problems. فشو عندنا مثلا medication related problems لمريض hypertension؟ بنحط بالتابل category of medication related problem والexample. الكاتيجوري الاولى بقولنا non adherence، يعني ممكن المريض يكون مشكلته انه مش عم باخذ العلاج. كيف يعني؟ نلاقي sub optimal control of blood pressure due to patient missing doses of anti hypertensive medication، عماله بنسى ادويته، او patient not taking anti hypertensive medication due to cost، يعني مش قاعد بيشتري الادوية اصلا لانه مش قادر يشتريها، سعرها غالي ما عندوش تأمين. او مثلا الكاتيجوري الثاني اللي هي unnecessary medications، يمكن لحال المريض اعمل بعمل دبليكيشن للثيرابي، باخذ نوعين من الاس انهيبيترز، هذه تصير تمام. فالبلائيه المشاكل اللي بلاقيها عند مريضي او الاحتمال الاقيها بكتبها هون بهذا التابل. هلا هون السامبل بروفايدر كوميونيكيشن فور هايبرتنشن اللي هي برضه من ضمن الكور ايلمنت 5 اللي هي الدوكيومنتيشن للكوميونيكيشن، النقاشات اللي صارت او يعني ممكن احكي الاسسمنت اللي صار او اي نقطه معينه احنا تناقشنا فيها حوالين المريض، هاد احطها ضمن الدوكيومنتيشن. بعطيكم او بفرجيكم سيناريو لكوميونيكيشن فور هايبرتنشن بيشنت. اي اللي بيشنت given examples of valsartan but cannot afford RX once samples are gone. Medication related problem non-adherence. يعني شو اللي صاير هون؟ إنه مريضنا تعالج بفالزرتان، لما انصرف الفالزرتان أخذ عينة مجانية. بعد هي خصت العينة المجانية ومش قادر يشتري medication. فشو صار عنا؟ صار عنا non-adherence. طلعوا شو كتبوا هون بالcommunication note، حاطينها assessment وplan. بالassessment شرحوا لنا الوضع. Patient with uncontrolled blood pressure on valsartan 80 mg. Lack of blood pressure control likely secondary to non-adherence with valsartan. Patient non-adherent with valsartan due to cost issues. يعني ما قدر يشتري. خلصة العينات اللي أخذها وما أدريش. معروف إنه الفالزرتان من الأدوية الغالية. Switching valsartan to ACE inhibitor would provide a more affordable blood pressure control and arena infection in this patient with type 2 diabetes. The plan cannot to consider discontinuation of valsartan and addition of lisinopril 10 mg daily with titration to blood pressure goal. يعني إني أعمل أوقف الفالزرتان وأدخل أو أعمل titration للisinopril، أدخل تدريجيا لحد ما أصل للblood pressure goal. هذا هو الكيس سيناريو اللي صار أو النقاش اللي صار على المريض. شو بستفيد انا من هاي الام تي ام سيرفيسز او الام تي ام داتا اللي بعملها؟ advantages and you know how to perform the core element to understand the disease process to conduct an optimal medication therapy review. يعني مهم اني اطبق الكور element على المريض واعرف كيف اطبقهم، افهم الديزيز بروسيس، انا قبل المريض اكون عارف شو الديزيز بروسيس وكيف حاله المريض عم تتطور او تستجيب العلاج، اعطي اوبتيمال ميديكيشن ثيرابي ريفيو لمريضي، واقدر تو اوفر جايدنس فور بروفيشنال سيكينج تو انهانس ذا كوميونيكيشن اند كلينيكال سكيلز. بتحسن الكوميونيكيشن اند كلينيكال سكيلز عند البروفيشنال عند الصيدلاني. شفتوا كيف محطوط أسئلة ونقاط معينة بتساعد إني أنا to conduct a communication أو conduct an interview with the patient to assess a pharmacist and learning how efficiently collaborate with other
هيلث كير بروفايدر، يعني مثلا كيف انا as a pharmacist اقدر communicate with the physician. بحاله زي هاي الديسكشن اللي صار هون او الكوميونيكيشن تايم الكوميونيكيشن هاي اللي شفناها هون رح يكون في اكيد نقاش مع الطبيب عن تغيير الميديكيشن واني ادخل او اني اوقف ميديكيشن وابلش دواء جديد. فهاي كلها لما انا امشي بالام تي ام سيرفيسز او بالداتا سيت هاي بصير عندي خبره اكثر كيف اتعامل او احكي مع الاذر هيلث كير بروفايدر. تمام.